نقدم لك خونا صاحبي قرواشي، أيوة. المنسق العام لجمعية قدماء لاعبي دستور باجة، اللي دائما يكون في تنقل مع جمعية قدماء الأمل الرياضي حمام سوسة، واللي ايضا اصبح اخ وصديق وراه دائما مرحب به بيننا، وان شاء الله دائما نرانا في تواصل لكما قال اجراء دورات ومباريات وديه اخويه تعارفيه هنا في الجزائر وفي تونس الشقيقه. ايضا نخليو له كلمه بهذه المناسبه وبهذه المناسبه السفريه اللي قادتهم من الشرق الجزائري اللي راح تقودهم الى الغرب الجزائري غدا باذن الله، مرورا بسطيف عند جمعيه الاصيل لقدماء لاعبي صالح باي ولايه سطيف. ولك الفضل. تفضل استاذ. تفضل. مشكور سي رشيد. ريح سي رشيد ريح. تفضل تفضل اخي. نحن تو ولينا مالي الدار كيف يقول واحد فهمني صراحة كل جاي أنا جاي الجزائر معناتها يبهرني الشيء الموجود خاصة في صالح باي، ناس مضيافين بصفة كبيرة ياسر ربينا عليهم الكبدة الله يبارك ما شاء الله فهمني. إن شاء الله جيت السابقة مع قدماء الأمل الرياضي بحمام سوسة وجاية ذي مع الأمل الرياضي بحمام سوسة، إن شاء الله فما برنامج مستقبلا عندنا تظاهرة مع مهرجان الرمان أواخر شهر أكتوبر بمدينة دستور الأندلسية مدينة المالوف، إن شاء الله مش كنا كان توا قاعدين نسقوا مع إدارة المهرجان لانه في عندنا نحن في تونس ما عندنا اشكاليات في الامور نتاع الماديه معناتها الصرف مش كيف الجزائر مشكورين انتم معناتها السلطه مشكوره تدعم الفيتيرون معناتها بصفه كبيره ياسر، ان شاء الله كان وقع الاتفاق ووقع تمويلنا معناتها من طرف اداره مهرجان الرمان والدستور باذن الله باش يكونوا اول ضيوف هما مامش ضيوف هما ديجا مجوا لبلادهم تونس هي جمعيه الاصيل صالح باي. احساس متبادل اخينا. قدره الله لانهم بصراحه صدقني هاو معناتها من انا نبدا حتى مع الاولاد في البلاد نبدا نتحدث نقول لهم يا ولادي راهم شيء كبير راهم ناس مضيافين راهم ناس متربيين راهم ناس بركنا عليهم معناتها بالطرق الكل ولينا اخوان انا جيت الجايه اللي فاتت والجايه هذه الاولاد الكل وليت نعرف ولي عباره نعرفها ما عندي 20 سنه التالي معناتها ما نكذبش عليك نرجع لك عدا كيف ما قلت لك باذن الله اواخر شهر اكتوبر كان سهل ربي اول الضيوف اللي مش يكونوا بعدنا بقدره الله هو جمعيه الاصيل بصالح باي وبطبيعه الحال مع جمعيه حمام سوسه قدماء امل حمام سوسه عندنا جمعيه قدماء النادي الرياضي عندنا جمعيه قدماء الاتحاد الرياضي المنصيري عندنا جمعيه قدماء الترجي الرياضي التونسي كيف كان معناتها نحن السباقين معناتها بالنسبه لجمعيه قدماء برق دستور عملنا دورة نتاع مهرجان المالوف معناتها عندها تو عامين تالي هل ضيف علينا النادي الافريقي قدماء النادي الافريقي جات بحذانا قدماء الصقر الرياضي المرسي وجات بحذانا قدماء الترجي الرياضي التونسي باذن الله نحبوا معناتها نبدلوا الخطوه ونمشوا في اتجاه دوره دوليه اخويه باذن الله وهذا الكل معناتها متوقف على اداره مهرجان بتسوق كان تعطينا لوكي باش ندعم ننطلقوا باذن الله ان شاء الله رب العالمين كان ما عندناش معناتها ما عندناش حتى حلول لانه يعني في تونس مش كيف الجزائر في تونس تمشي مثلا مش تطلب دعم كنت باش تعمل دوره يبدو فيها سته ولا سبعه ولا ثمانيه كيبان شو تطلب دعم؟ ما يعطوكش والدعم ما فيهاش معناتها باش تفرح بالضيف نجيب ضيف ما تفرحش به ان شاء الله سيف يكونوا متفاهمين لهذه الوضعيه تاعكم ان شاء الله ويوافقوا على الشروط تاعكم ان شاء الله احنا بالنسبه لا معناتها التشكيله معناتها لانه السنه صارت انتخابات نتاع الهيئه الجديده اختيارات الاخت منيه العرفاوي فهمت هي معناتها مقاليد رئاسه مهرجان الرمان بتسوق
بإذن الله. أنا نعرفها شخصيا، مرأة ممتازة جدا وتدعم ومعناتها مع الناس، وهي ديجا عطتنا كل ما قلتها. ما تعرف رو غديك رو تجيك ترجي ولا تجيك نادي الفريق ولا تجيك جمعية دو كاليبر، معناتها مش شو معناتها مش تجيك انت جمعية ضمة، جمعيات عندهم تاريخ في تونس كبير ياسر، فهمتني؟ مش نحن مش جاي نقول لك نيه مش عملوا دورة مهرجان ونحن ما في دينا حد شيء. أيوة. شلا ربي يسهل و... والعلاقة من بكري بين الجزائر وتونس علاقات جيدة، علاقات أخوية، نحن بلاد واحدة، نحن دم واحد، دم واحد، نحن رتيتا واحد في بلاده، عبارة واحد في بلاده، معناتها ما وش في تونس، خي تونس ولا الجزائر نحن أخوات. أتذكر أحداث ساق دي سيد يوسف، اخوات هي اخوات اخوات ايوه اخوات. صدقني انا كي عندي نفس الاحساس سواء على النشيد الرسمي التونسي او النشيد الرسمي الجزائري. الله يبارك ما شاء الله، والاحساس متبادل اخي كريم. وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربي يديم العشره بيناتنا. هذيك ريت هي مثل التظاهرات هذيه واللقاءات هذيه هي المغزى منها ضيل لم الشمل. الشمل أيوة. شو ما معنى لم الشمل؟ نحن ناس فرقنا المستعمر بلغة أخرى، فهمتني؟ أيوة. مثل التظاهرات هذه نزيدوا نتقربوا لبعضنا ونزيدوا معناتها نلتحموا مع بعضنا، وبإذن الله سوف تدعم العلاقات أكثر. نحن العلاقات إن شاء الله رب العالمين ديما معاش غيبوا عليكم وأنتم معاش غيبوا علينا إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله يتوسطكم. ماك مديم لهنا مجموعة نخبة عين المان، هذه مجموعة كأستاذ شرف. كأستاذ أنا أترأسها وشكون ككلمة نخبة عين المان رسمية. أنا مش نحكيك على المبيت متاع عين المان، أنا جيت طول مرة ثانية. أيوة. ناس مشكورين قمة في الأخلاق والأدب، الحمد لله يا رب العالمين. تطلب أي حاجة يقولك تفضل، فهمتني؟ من هذا المنبر نحب نشكرهم ونقول لكم بارك الله فيكم، فهمتني؟ وواصلوا على نفس المنبر. شكرا الله يحفظكم، شكرا. بالمناسبه يعني ذاك نيابه عن الجميع، لاننا شفنا نفس الاحساس من الاخوه التوانسه ورم فرحانين، خاصه ب اللي نجحوا عندنا احنا في الجمباز الميداليه الذهبيه واليوم الملاكمه خليف. فرحتكم انتم راي فرحتنا انا. يعطيك الصحه والله، نفس الشعور. يعطيك الصحه نفس الشعور. اوكي ريتك نحن تو يلعب تونسي ولا تزيري ولا كذا، خاصه تزيري. ايوا تزيري احساس كبير. الله يبارك الله يا ربي يديم العشره، ربي يديم العشره فيكم. نحب نشكر شخصيا سي رشيد. ايوا سي رشيد راه يخدم في الخدمه كبيره ياسر، وان شاء الله فهمتني الناس تعاونوا وخلوه يخدم. وحنا بالمناسبه بلغنا السلام لاهل تونس كامل ان شاء الله، كل باسمه اخص بالذكر كاستاذ التربيه الموسيقيه، اخص بالذكر الفنان لطفي بوشناق، كبار الفنانين ثم في تونس مدرسة. بلغنا السلام هذا. يبلغ. شكرا استاذنا، شكرا بارك لك نديك، شكرا شكرا. اتكلوا على العز بقاش اخويا يبقى بيني وبينك التليفون.